القضاء التونسي يفتح ملف المخالفات الانتخابية الأخيرة. 19 مرشحا سابقا لانتخابات 2019 قررت المحكمة الابتدائية إحالتهم إلى الدائرة الجنائية. القائمة تضم طيفا واسعا من السياسيين يتصدرهم رئيس البرلمان المجمدة أعماله راشد الغنوشي، ومن بينهم الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي ورئيسا الحكومة السابقان يوسف الشاهد والياس الفخفاخ والمرشح الرئاسي السابق نبيل القروي. أما التهم فتتضمن بحسب بيان المحكمة مخالفة قوانين الدعاية الانتخابية وتجنب الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية والانتفاع بدعاية غير مشروعة. اللافت أن الشخصية رقم 20 غابت عن القائمة، إنه الرئيس قيس سعيد بحسب معارضيه، هو الآخر متهم بارتكاب مخالفات انتخابية. تعذرت حالته إلى القضاء لتمتعه بالحصانة. دعاه النائب عن حزب النهضة البشير الخليفي إلى التخلي عن حصانته والمثول أمام القضاء، غير أن سعيد شدد على ضرورة عدم التدخل في القضاء. أن بعض الذين تولوا السلطات أو الوظائف العليا في المحاكم كانوا في وقت من الأوقات ولا زالوا إلى يوم الناس هذا امتدادا لا لسلطة ولكن امتدادا لقوى السياسية وإلى عصابات إجرامية. لطالما دعا الرئيس لإصلاح المنظومة القضائية، دعوات أكد المجلس الأعلى للقضاء في تونس رفضها بواسطة المراسيم في إطار التدابير الاستثنائية، محذرا في بيان من تبعات زعزعة الثقة في القضاء. وبالعودة إلى ملف المخالفات الانتخابية، ورغم تأكيد قانونيين تونسيين على أن العقوبات المترتبة عليها مالية، إلا أن مخاوف تسود في أوساط القوى السياسية من محاولة استعمال القضاء لإقصائها من المشهد السياسي في البلاد. لمزيد من المتابعة تنضم إلينا من تونس مراسلتنا أميرة مهذب. أميرة أهلا بك. 19 شخصية شاركت في الانتخابات السابقة يتم استدعاهم إلى المحكمة، وذلك بسبب ما تقول السلطات بأنها مخالفات انتخابية. هل وردت ردود فعل جديدة فيما يتعلق بهذه القضية؟ نعم سيام، أولى ردود الفعل مساء أمس اللجنة القانونية لحزب تحية تونس الذي كان أو يترأسه يعني رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، ويوسف الشاهد كان من بين 19 شخصا الذين يعني وردوا في هذا التقرير وفي الإحالة على المجلس أو دائرة المجلس الجناحي للمحكمة الابتدائية بتهم تتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة لأوائلها سنة 2019. اللجنة القانونية لحزب تحية تونس تقول إن يعني ذلك إن ثبت لا يرتقي إلى مستوى الجريمة الانتخابية، بل يعد فقط جنحة، طالما أن ذلك يتحدث عن خروقات ربما تمس الفصلين تحديدا 57 والفصل 69 من القانون المنظم للانتخابات والاستفتاء، وهذان الفصلان هما يعني يتعلقان ب الأول 57 بال يعني الإشهار السياسي، والثاني 69 يتعلق بالحملة وتواصل الحملة الانتخابية طيلة فترة الصمت الانتخابي.